السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. في بداية حلقتي أحب أهني كل شعب مصر بالعام الجديد، كل عام حضراتكم بألف خير، وكل مشاهدين الصحة والجمال بألف خير وصحة وسلامة يا رب. واللي محققش أحلامه أو ملحقش يحقق أحلامه في 2020 إن شاء الله يحققها في 2021. في البداية عشان خاطر نبدأ السنة الجديدة كده إن شاء الله ونقدر نساعدكم في تطوير وتحقيق الذات، النهاردة حلقتنا عن الكوتشنج. ايه هو الكوتشنج؟ هو اهم المجالات دلوقتي ومن احسن المجالات اللي ممكن نفيد بيها غيرنا. جلسة الكوتشنج توفر لنا مساحة ووقت من التفكير والنقاش عن احلامنا واهدافنا، وعشان كده في حلقتنا النهاردة هنعرف يعني ايه كوتشنج واهميته مع ضيفتنا اللي مشرفانا، وهي لايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج، وهي كوتش معتمد للعلاقات ومدرب معتمد لإدارة المشاعر وباحثة في علم النفس. معنا في حلقتنا النهاردة اللايف كوتش الأستاذة هالة حسن. أهلا بحضرتك يا أستاذة هالة. أهلا بيكي أستاذة مها. كل عام حضرتك بخير، وأنا مبسوطة أن في بداية السنة الجديدة أنت مشرفانا النهاردة. مرسي والله، الشرف ليا بجد، وأنا سعيدة جدا أن أنا معاكي في البرنامج، وكل سنة وأنت طيبة والبرنامج ومصر بخير يا رب. أستاذة هالة، في البداية كده كتير مننا لاحظ في الفترة اللي احنا فيها دي وفي الفترة الأخيرة موضوع جلسات الكوتشانج، كورسات الكوتشانج. قبل ما نتكلم في النقطة دي عايزة أتكلم أو عايزة حضرتك تعرفي مشاهدينا يعني إيه كوتشانج. والله الكوتشنج هو جلسات بتبقى فردية أو في منها جماعي. الجلسات دي بيبقى أنا والعميل، ودي بتبقى مدتها ساعة تقريبا. الجلسات دي بتبقى بتخلي العميل عنده قدرة أكتر إن هو يكتشف نفسه ويحقق أهدافه ويحل مشاكله اللي موجودة دلوقتي وبعدين. يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا كلنا في العادي الناس بتيجي تشتكي من تصرفات، الست بتيجي تشتكي مثلا من عصبيتها، بتشتكي إن هي منغلقة شوية، إن هي التصرفات دي مش هي اللي أنا بتعامل معاها في جلسات الكوتشنج. لا، أنا بشتغل بقى، طب أنت ليه منغلقة؟ انت ليه متعصبه؟ انت عايزه توصلي لايه؟ بخلي في الاخر في جلسه الكوتشنج ان هي توصل لتناسق بين اللي نفسها توصل له واحساسها اللي جواها. تفكير يعني. بشتغل على اكتر على افكارها ومشاعرها واهدافها. يعني هي ليه عصبيه؟ هي حاسه بالاهمال، هي حاسه بالتقصير. نبدا نوصف بقى الاهمال والتقصير ونبدا نشتغل على كده لحد ما تبدا تحس ان في تناغم ما بين مشاعرها وافكارها والتصرفات اللي هي بتتصرفها والهدف اللي عايزه توصله بقى في الاخر خالص. ليه انتشر بالشكل ده في الفتره الاخيره؟ والله هو انتشر في الفتره الاخيره دي لان طبعا في انفتاح جامد، الناس كلها بتتفرج بقى في الفيسبوك والانستجرام والقنوات، الدنيا مفتوحه قوي، فبقينا عارفين ان في تنوع. التنوع ده خلى الناس بترغب اكتر في التطوير. الستات عموما بتحب تطور جدا من نفسها وتطور من ولادها ومن بيتها، فطالما بقى في تنوع بقيت انا عايزه اختار، وبقيت كمان في جزء من التنافسيه. لا، ده انا عايز مش بس اكون متطور وعادي، لا انا عايز اكون مميز في جزء. من هنا كده بدانا بقى، لا ده احنا عايزين نشتغل على المشاكل اللي موجوده حالا، اللي موجوده دلوقتي، المشاكل اللي بتخليني مش عارفه اوصل لقدام، مش عارفه اتطور. هو ميزه الكوتشنج ان هو بيشتغل في دلوقتي حالا ومشاكل اللي هو قدامه والتطوير، ما بيشتغلش مع مشاكل الماضي. يعني حضرتك من اثناء الجلسه دي زي ما نقول كده بنلاقي حلول ولا بتتعمقي في شخصيه المتدرب؟ لا، ما هو مش هلاقي الحل اللي يناسبني انا، لازم هي لازم بتناسب شخصيتها هي. ما هو الانفتاح ده وان الناس تبقى عندها فرص كتير واختيارات كتير خلى الناس في منها كتير بيقلد، وبعدين تيجي تزعل، هو انا بعمل ايه؟ تقف كده في النص، وانا بعمل ايه؟ وانا بقلد وخلاص؟ لا، انا عايزه يكون ليا بصمه بتاعتي، الشكل بتاعي. فعشان كده انا ما اقدرش اشتغل الكوتشنج ما بيديش نصايح خالص. تيجي تقولي طب انت ايه رايك؟ اقول لها ما اعرفش. وهي دي بتبقى حقيقه، الواحد مش عارف. ما هو ممكن يكون حاجه بتناسبني حضرتك وما بتناسبكيش خالص. بتساعديها في التفكير لايجاد حل. طبعا طبعا. طيب إيه ليه عليه كلام كتير او اسئله اكتر؟ هو حاجه جديده. فاي حاجه جديده ملهاش مظله واضحه كده، يعني الناس بتدور تحت، مثلا لما تيجي تدوري على مثلا مجال الطب النفسي، مجال الطب التجميل، مجال، بتبصي تحت مسمى واضح، اخصائي
دكتور ماجستير، يعني في مجال واضح بشتغل فيه. طبعا الكوتشنج لسه عشان حاجة جديدة، المدارس الكويسه والمعتمده فيه قليله، فعشان كده لسه في الاول المظلات قليله قوي اللي فيها ناس كويسه فعلا. غير طبعا تشابهه بقى مع الطب النفسي، هو ده اللي عامل القلق. طيب نرجع تاني لقصه الجلسه بقى، جلسه الكوتشنج بتعمل ايه؟ مدتها قد ايه؟ نتائجها ايه؟ بصي، جلسات الكوتشنج مدتها اولا ساعه، يعني هي مفروض من 50 دقيقة لساعة وربع بالكتير جدا. بتعمل ايه؟ هي بتخلي الكلاينت، ميزة جلسة الكوتشنج ان انت بتوجدي مكان امن جدا تقولي فيه مشاعرك بأريحية جدا، وتاخدي وقتك انك تفكري. يعني زي ما قلنا كده، الست مثلا العصبية هي بتقولك انا عصبية، هي بتشتكي من عصبيه، مهما انت قلت لها طب هدي نفسك، طب اتنفسي، طب كلي كويس، اقول لك بطلي كافيين، طب هي فعلا بتحاول وما تعرفش توجد الحل. لما بتيجي بقى في جلسه الكوتشنج وتقعد وتتكلم، بنلاقي مثلا هي بتدور كل ده ان هي تبقى بيرفكت في كل حاجه. طب انت عايزه تبقي بيرفكت في كل حاجه ولا في حاجات معينه؟ تبدا بقى ترتب افكارها تاني، وتبدا تدور على القيم اللي هي بتدور عليها تاني، وتحط اولوياتها. كل ده بياخد وقت، فعشان كده الكوتشنج بياخد وقت طبعا ومراحل، وبيعتمد اكتر على الكلاينت، ما بيعتمدش على الكوتش من الدرجه الاولى. يعني حضرتك بتعتمدي على عامل نفسي في الجلسه، ولا ممكن نقول العامل النفسي جزء من الجلسه؟ طبعا العامل، يعني اول حاجه الكلاينت يبقى مرتاح. يعني الكلاينت دي لو قعدت وما حسيتش ان هي مرتاحه بنسبه 100% هتتكلم معايا ازاي؟ هتقولي اللي جواها، هتقولي هي خايفه من ايه ازاي، هتقولي هي خايفه من نظره الناس ازاي، هتقولي هي بتخاف من التقييم ازاي. لازم تبقى مرتاحه جدا 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 في الجلسه، وعارفه ان مفيش احكام خالص في الجلسه، انا لا يمكن احكم عليها خالص، عارفه ان الجلسه سريه تماما. فالحاجات دي طبعا معتمده ان الكلاينت تبقى مرتاحه جدا جدا. يعني الجلسات دي تاخد قد ايه مع العملاء او مع الشخصيه اللي مع حضرتك؟ ما هي معتمده بقى على التوبيك اللي هو الموضوع بتاعها، معتمده على قد ايه هي مستعده تقاوم القديم وطريقتها القديمه وتغير وتجدد. يعني انا خلاص، احنا اكتشفنا مثلا، خلينا مع الكلاينت اللي احنا قلنا المثال بتاعها، ان هي بتدور على البيرفكت، وان هي تحاول تدور على ان هي تكون اهدأ. اول مره هتجرب طبعا، مش من اول مره، هتيجي تاني مره بقى لما هنقعد في السيشن اللي بعدها، ايه اللي حصل؟ تقولي كنت بفكر في كذا، كنت بحاول اعمل كذا، لا استفزوني. نبدا هنا نتكلم تاني، نعيد من الاول ونعيد الترتيب. فممكن الجلسات تقعد من 4 مرات لـ8 مرات بس. يعني المفروض على حسب التوبيك، المفروض يعني في الحدود دي. انا بتهيالي ان انا لو بعمل مع حضرتك الجلسه انا عايزه اقعد معاكي كل يوم. تنوريني بجد، واحس ان انا عندي تفاؤل كده من الحياه. طيب استاذه هالة، ايه اكتر المواضيع اللي ممكن الستات تتكلم فيها مع حضرتك؟ انا عندي 3 محاور كده الستات بتبقى مهتمه جدا بيها. يعني اول حاجه انا ونفسي، يعني الستات اللي مش راضيه عن ادائها، انا يعني انا انطوائيه، لا انا منفتحه، انا علاقاتي ما تستمرش، انا ونفسي. يعني هي تحس ان في مشكله جوه نفسها، مهما الناس تقول لها لا 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 ده انت زي الفل، هي حاسه ان عندها مشكله. فعندنا هنا كمان ما بنعترفش كمان بموضوع ان لا ده انت مش كويس. ليه؟ طب ما تقول له خلي حد يساعدك، يعني روح لخبير يساعدك. فدي اول جزء اللي هو انا ونفسي. مثلا لو بقى العلاقات القريبه، بنبدا نشتغل على علاقاتها مثلا في الشغل، هي حاسه ان جو الشغل ده مريح، ايه الجو اللي مش مريح، ايه اولويات، طب ايه قيمك اللي عايزه تختاري بناء عليها الشغل. فما هنا برضو ده جزء كبير بنشتغل معاهم فيه. في الجزء التالت طبعا حياتها بقى كلها، هي عايزه تعمل كده زوم اوت من في كل مرحله من حياتها كده، وتتفرج عليها وتبقى يعني راضيه عن ادائها. طب اشتغل ولا ما اشتغلش، انزل البيبي ولا اقعد معاه، طب اهتم بصحتي وشكلي وكده، ولا ما بين البنين مش عارفه تاخد قرار. هي عايزه تبقى في بالانس في حياتها. الستات كمان عشان عندها المراحل بتتغير، مرحله طب البيبي، وبعدين مرحله لا ده الولاد كبروا، مرحله لا ده انا عايزه اشتغل، لا عايزه اقعد من الشغل، في مراحل كتير، فبتبقى عايزه دايما يبقى في بالانس في حياتها. طيب دايما بقول ان موضوع الكوتشنج او جلسات الكوتشنج بتحس ان هي مايله شويه على الصداقه. يعني مثلا
دلوقتي في زماننا عامه لما بنلاقي صديقه بتريحنا في اللي احنا عايزينه فبنميل ليها. فحضرتك يمكن ده من الاراحيه للعميل مع حضرتك، ان مثلا لو قاعد معاكي او قاعده معاكي عميله بتتكلم معاكي واثناء الجلسه هي خلاص نسيت ان دي جلسه وارتاحت لك. ممكن تحصل من مره ان هي عمليه الثقه بمعنى اصح، تحصل من مره ولا ممكن من مرتين؟ بصي انت كده بتساليني عن الثقه والصداقه. الثقه دي يعني بيز ما ينفعش نخرج عنه باي شكل من الاشكال. اما الصداقه بقى فدي حاجه تانية. احنا في الاول خالص قبل ما بنبدا الكوتشنج والجلسات المستمره بنعمل حاجه اسمها الكونتراكت، يعني التعاقد اللي ما بيننا. طبعا بتحطي بقى شروط للتواصل وشروط للمواعيد واختلاف المواعيد وهنتكلم في انه موضوع وازاي ما نخرجش بره الموضوع. الكونتراكت اللي في الاول ده بيخلي طالما العلاقه بدات بحدود معينه مش هتحسي باريحيه الصداقه ابدا. ما ينفعش ابقى صديقه، انا لو صديقه هبقى داخله معاكي زي ما بيقولوا ايه، انت جايه جوه صورتي فانت مش شايفه الصوره كويس، لازم تبقي بعيد كده عشان تشوفي الصوره اوضح وتبداي تخليها هي تغير وتاخد بقى صور اكتر في دماغها. فطبعا مش من مصلحه كمان الكلاينت ان انا اكون صاحبتها. تمام. طيب نرجع للثلاث محاور، هل في برنامج حضرتك بتشتغل عليه للثلاث محاور؟ انا عامله الحمد لله بروجرام كده اسمه كوتش ذا مومنت، ان انت تبقي بتديري حياتك في دلوقتي، ما تفكريش في اللي فات وما تشيليش هم اللي جاي، تبقي بتفكري في ذا مومنت اللي انت قاعده فيها. بنشتغل دلوقتي، بنقيم دلوقتي، وبنقيم علاقاتنا دلوقتي، وبنقيم المحاور بتاعت حياتنا دلوقتي، وبنشتغل عليها، بنشتغل فيها بقى بنظام فردي وجماعي. يعني ايه؟ بعملها مثلا ثلاث مرات معانا ناس، بتشوفي بقى السيدات قد ايه انتوا قريبين من بعض، قد ايه افكاركم واحده، قد ايه مشاكلكم واحده. وكمان في بقى التنوع في ردود الافعال، ده يفتح بقى دماغ الكلاينتس كلهم، ايه ده في حلول تانية، ده في افكار تانية، ده انا ممكن اتطور بطريقه غير اللي انا حطاها في دماغي خالص. وكمان بنشتغل فردي بقى، يعني بعد كده كل واحد بقى بيبقى عنده مشكله خاصه بنشتغل معاه طبعا في السيشنز لوحده. الجلسه زي ما قلنا لحضرتك او زي ما حضرتك اجبتي من شويه بتاخد قد ايه تقريبا لكل حاله؟ مثلا لو في حاله تختلف عن الحاله او الموضوع يختلف عن الموضوع، اقصى جلسه خدت مع حضرتك وقت قد ايه؟ لا هي الجلسات ما بتزيدش عن الساعه، الكلاينت نفسها بتبقى تعبت انك انت تقعدي عارفه يعني الكلام العادي ده اللي ما بين الصحاب على الماشي ما فيهوش تعب. لكن انا اقعد وافكر في نفسي وارجع لنفسي وافتكر انا بحب ايه وكنت مبسوطه امتى وكده، بتخلي الكلاينت فعلا بعد ساعه بتقولي انا يعني لا خلاص كده الحمد لله، او لا تحب تضيفي حاجه يعني عايزه تقولي حاجه تاني تقولي لا يعني كده الحمد لله. طيب مين اكتر العملاء مناسب معاهم الكوتشنج؟ الناس اللي ما عندهاش مشكله في الماضي بتاعها، يعني هي عندها كل مشكلتها ان هي عايزه تتطور وتكون احسن، وعندها مشاكل في دلوقتي، يعني عايزه تتعامل مع الولاد بطريقه جديده، عايزه تنفتح في الشغل بطريقه تحقق فيها اهدافها وتحقق طموحها، عايزه تعمل البالانس بتاع دلوقتي. ده انا ده احنا عايزين جلسات مع بعض ان شاء الله. اتفضل. اللي عايزين يتطوروا لقدام وبيفكروا دايما في قدام وفي قدراتهم، وواثقين كمان ان هم يعرفوا يعملوا حاجه جديده ومميزه. اصل الكوتش في الاخر هو واثق في الكلاينت، فالكلاينت لازم هو كمان يبدا يثق في نفسه ويثق ان عنده قدرات وعنده اختيارات ويقدر يتطور ويشق لنفسه طريق جديد. طيب ازاي يكون في مدرسين وفي دكاتره وفي مهندسين في مجال الكوتشنج؟ ما تقريبا ما بيكونش عندهم نفس المشاكل او الصعوبات اللي بتقابل اي حد عادي، ممكن اقول كده ولا اقولها ازاي؟ مش عارفه. قصد حضرتك ان مجال الكوتشنج فيه ناس مش متخصصين كوتشنج بس يعني؟ لا لا لا، هم اصلا دكاتره وفي مهندسين. انا مهندسه فعلا. طيب اهو يعني زي ما قلت لحضرتك كده، ازاي حضرتك كمهندسه وازاي غير حضرتك كدكتور او ايا كان مجاله ايه يبقى في جوه مجال الكوتشنج برضو؟ الكوتشنج شهاده بعد شهاداتك، يعني مش يعني ما فيهاش لسه ان هي تخشي بقى الجامعه ومن الجامعه تعملي ماستر او كده، يعني هي ما فيهاش كده، هي شهاده اضافيه للناس اللي بتحب
فعلا عندها الباشن بتاع خدمة الناس وتغيير الطريق. المهندسين والدكاترة عارفين ان علشان الحياة صعبة جدا جدا، وجربوا كلهم لجأوا في حياتهم في النص كده، اللي هو يقف وياخد كده نفس عميق ويقول هو انا بعمل كده ليه وعايز حد يساعدني في ايه. فهو لما جه في الوقت ده ونحس ان هو محتاج الدعم، واغلبنا جرب الكوتشنج في الاول قبل ما يقول ايه ده، طب انا اقدر اقدم الخدمة دي ولا لا. لما جربناها وعرفنا ان احنا كل واحد فينا بقى بيقدم في مجاله، في المجال اللي عنده فيه خبرة. يعني انا اخترت مثلا مجال السيدات والسلف ديفلوبمنت للسيدات، لان انا عارفه ان انا اقدر اخدم فيه. في ناس بتنقي البيرنتنج وبتحبه جدا، اللي هو التربيه الايجابيه، فهي بناء على خبرتها بتختار هي انه بقى جزء من الكوتشنج تقدر تخدم فيه. طيب استاذه هاله، اخر حلقتنا واحنا لسه ما وصلناش، بس قبل الاخر النهايه كده عايزين نصايح للسيدات اللي حابه تطور من نفسها واللي حابه يكون لها شأن في 2021، حبت نصايح كتير كده من حضرتك ليها. طيب انا هقول النصايح، بس الكوتشنج ما فيش نصايح. يعني ماشي، احنا ناخدها بمحمل النصيحه، بس هي مش نصيحه. لا، هي النصيحه اصل الناس بتاخدها تطبقها كده. لا، خلي النصيحه متفصله عليك. يعني مثلا كانوا الناس يقولوا لنا ايه، اعمل رياضه. تبصي تلاقي الناس كلها تنزل تشترك الجيم وما تروحش. والله اشتري التريد ميل في البيت. طالما انت مش بتحبي تتحركي، هاتي تريد ميل في البيت تجيبها ويومين ويبقى شماعه. طب وبعدين يا جماعه؟ لا، اعملي الرياضه اللي تناسبك. لا، احنا مشاهدينا ومشاهدين كمان الصحه والجمال، يا ريت النصائح اللي بتتقال عموما مش كمان في حلقتنا بس، ما ينفعش ان احنا ناخدها نطبقها كده. لازم ناخدها نشوف احنا هنفصلها على نفسينا ازاي او على مشكلتنا ازاي، ونبدا نتعامل مع النصيحه ان احنا ناخدها لحياتنا احنا، مش ناخدها من بق الاخصائي او الكوتشنج او الدكتور ونعمل بيها زي ما هي كده. لا، يعني واحده مثلا وزنها كذا زي ما استاذه هاله قالت، نيجي نقول انا هعمل دايت ايا كان بقى. طيب انا عايزه حضرتك اللي تتكلمي وتقولي لنا عن النصائح بتاعت حضرتك. يعني هنقول مثلا، لو هنقول ان هي تهتم بنفسها، البني ادم عموما عباره عن عقل جسد وروح. فلو هنقول العقل، خلي ليكي 10 دقائق بتطوري عقلك فيهم. مش 10 دقائق بقى لازم تقري، لا، لو انت بتحبيش القرايه وبتحبي البودكاست او الحاجات الصغيره اللي بتتسمع، خلي ليكي 10 دقائق سمع. خلي ليكي 10 دقائق بتحبي تتفرجي على فيديوز، اتفرجي على يوتيوب، اتفرجي على برنامج بتحبيه، بس يكون بيدي معلومات. طوري عقلك، دايما العقل محتاج يتطور. 10 دقائق كل يوم على خلال السنه هتلاقي نفسك مختلفه تماما باي طريقه تحبي بيها. حاجه تانية، الجسد طبعا كلنا عارفين الاكل الصحي والرياضه. الرياضه بقى اللي تناسبك. يعني في ناس تقولك يعني انا راجل كاتب، تيجي بحب اقعد واكتب، تيجي انت تقول لي انزل اجري، هو ما هو فعلا عنده حق. طب ايه الرياضه اللي ممكن تناسبك؟ يقول لك انا ممكن انا مارس مثلا اليوجا في اوبن اير. خلاص مارس اليوجا، لكن اعمل رياضه تعتني فيها بجسدك، يحس ان هو انت بتحبه وهو يبدا يتفاعل معاك. ده الجسد. الروح، دايما الروح بتسكن جنب اللي خالقها، يعني اللي بيحبها. الروح كده بتطمئن بوجود الله. انا شخصيا يعني بحب الذكر، من ضمن الحاجات الطول السهلة جدا، أداة سهلة جدا بنقول لكل الكلاينتس عليها، احمدي ربنا ثلاث مرات. أول ما تصحي من النوم بدل ما تقولي يا النهاردة هعمل وها، لا، أول ما تصحي من النوم قولي الحمد لله إني عملت 1 2 3. أنت يعني دخلتي في الاطمئنان النفسي اليومي. أيوه، هتلاقي نفسك إيه ده في كده شفت في نص اليوم كده، بعد أي صلاة تروحي قاعدة إيه ده الحمد لله اليوم احنا في نصه، عملت 1 2 3، او لسه فاضل لي 1 2 3، الاولاد فيهم كذا، الشغل فيه كذا. فاليوم بقى ماشي كله بالاطمئنان بوجود الله. فالروح دايما لازم الواحد يهتم بيها. الجزء التاني طبعا انا بقى والناس والعلاقات، تعاملي بذكاء. الناس بتستثمر في علاقات غريبه، يعني بتضيع وقتها ومجهودها وصحتها ومناقشات وافعال مع الدوائر. مش يعني لو هي اهتمت بالدوائر القريبه منها، يعني حتى ناخدها فرصه، الكورونا دي لما قعدت الناس مع بعض عرفتنا مين المهمين، مين اللي بيسالوا علينا، مين اللي مهتمين جدا ان احنا ما نعياش، مين اللي احنا خايفين عليهم بجد. هم دول اللي نستثمر معاهم الوقت.
هو سبحان الله هي جت في زمن يعني ربنا يعافينا يا رب ويرفع عنا يا جميعا، رب يا رب. بس فعلا خلت الاشخاص النادرين جدا اللي الحياه تربطك بيهم، سبحان الله، قالت هم دول اللي معاكي في الحياه، فنختصر على دول ولا برضو كملي حضرتك؟ لا طبعا، ازاي، في دوائر تانية مهمة، بس انا بتكلم ان لما احب فعلا اعمل استثمار، احط استثماري صح. يعني انت لو هتنقي حاجة تحطي فيها فلوس مش بتدوري كويس، أكيد. فما بالك بقى بالوقت اللي هو العمر والمجهود، الصحة، استثمري صح. ان كل ما الدايره بعدت، وفي حاجات اسمها توقيتيه، يعني الناس دي انا اعرفها لظروف ولزمان وضع معين، ما ياخدوش من وقتي ومجهودي وتفكيري واعصابي، ويطلع أكتر كل من ده على وقتك الدوائر بقى القريبه. يعني هي دي المشكله، ان احنا نرجع طبعا، لان دول الناس القريبين مننا هم دول يعني اللي بيرجع عليهم. تلاقي الولاد تلاقيها مشدوده في البيت، تلاقيها لا، يعني شويه بس هدوء كده، واوزع المجهود صح على الدوائر القريبه والبعيده. والوقت بتاعي طبعا طبعا نوزعه يعني، صح. طبعا طيب انا يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، وطبعا بتشكرك قدام مشاهدينا ميرسي، على انا قبول سعيده جدا. دعوتنا، ان احنا كنا عايزين نبدا السنه الجديده كده بحد يدينا نصايح حلوه زي اللي حضرتك قلتها لنا. لو حضرتك حابه تقولي حاجه لمشاهدينا سريعه اتفضلي، معاكي الكاميرا. والله اقول ثقي في الله، يعني يا رب. الحمد لله. الظروف اللي احنا فيها طبعا بتاعت طب الولاد هيمتحنوا مش هيمتحنوا، في شغل مش في شغل، الكلام ده خلاص احنا المفروض خدنا الخبرة ان دي مش بتاعتنا خالص. اليقين في الله ان هو اليوم النهاردة هعمل فيه الواجب اللي عليا، وربنا بكرة هو مدبره مش انا. ونعم بالله. وللأسف وقت حلقتنا خلص وملحقناش ان احنا فعلا ناخد منك معلومات كتير. احنا مبسوطين جدا استاذة هالة بوجودك معانا، وكل عام وحضرتك بخير. شكرا، ألف ألف شكر. شكرا، للأسف أعزائي المشاهدين حلقتنا خلصت، ولكن برنامجنا إن شاء الله انتظرونا يوم السبت الجاي الساعة 5 مع ضيف جديد وحلقة جديدة من برنامجنا. وعايزة أشكر كل فريق قناة الصحة والجمال، وعايزة أشكر مخرجنا الجميل أستاذ وليد عمارة على تعبه معانا إن الحلقة تظهر لكم بالشكل ده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.